خضروات حليب ومكسرات لحم وحبوب كلها فيتامينات. اسمعوا اسمعني نصيحة نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. صحتي في الطعام أنمو بانتظام، غذائي السليم حلا. السلام عليكم يا أصدقائي، اسمي حلا. أنا أحب الطعام الصحي والمفيد المليء بالفيتامينات والمعادن. الفيتامينات مواد طبيعية تساعدنا على بناء أجسام سليمة وقوية، ويرمز لكل فيتامين بحرف من حروف الأبجدية. تعالوا معي سأخبركم اليوم عن فيتامين مهم، وهو فيتامين B6، ويرمز له باللاتينية B6، وهو مفيد لسلامة الأعصاب وتكوين الخلايا الحمراء. في المجاري الكبير يوجد فيتامين B6 في البطاطا، الفاصوليا، السبانخ، السمك، الدجاج، واللحم الأحمر، العدس والأرز. هل تعلمون أن العدس غذاء مفيد؟ وقد ذكر في القرآن الكريم. هل ترغبون بتناول طعام غني بفيتامين B6؟ إذن انظروا، فيتامين B6 مفيد للأعصاب. فيتامين B6 مفيد في تكوين خلايا الدم الحمراء. مع الفيتامينات والمعادن ننمو بصحة جيدة وتصبح أجسامنا قوية. اسمعوا نصيحتي، إلى اللقاء. خضروات حليب ومكسرات لحم وحبوب كلها فيتامينات. اسمعوا اسمعني نصيحة نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. صحتي في الطعام أنمو بانتظام، غذائي السليم نصيحتي نصيحة حلا.